بضمان رائد الزراعة النظيفة دكتور رضا النحراوي. هذا البرنامج برعاية الو الزراعية مباشر. انا حد يسمع لينا؟ انا عندي مشكلة. مش لاقيين تعاون يا بيه. اسمع اسمع حد يسمع الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتعلمنا وتربينا على ان الاتحاد قوة، ودايما كنا بنقول ان احنا لازم يكون في نوع من المشاركة الاجتماعية، ان احنا دايما نتواصل مع جيراننا. اذا كنا بنتكلم على الحياة اليومية لازم يكون في علاقات اجتماعية، لازم يكون في قدرة على ان انا احيا حياة طبيعية داخل المجتمع. ده ما بيحصلش الا لما يكون فعلا في تفاعل، ومعنى التفاعل شفناه واضح جدا في الريف المصري. كان دايما بنتكلم على الريف وجماله وتواصل ابناء الريف المصري واهالينا مع بعضهم، ده كان في حد ذاته نوع من القوة، وكان نوع من الحفاظ على التراث والاصالة والعراقة داخل الريف المصري. التعاون داخل الريف المصري كنا بنشوف نماذج ممتازة ورائعة بتحصل داخل أراضينا ومع أهالينا. وجات نشأة التعاون الزراعي من حياة الفلاح. الفلاح كان دايما في تعاون ما بينه وما بين جاره، ما بين المهندس الزراعي أو مهندس الري. كان في حياة بتعتمد على الخدمة، دايما احنا بنساعد بعض وبنساند بعض. علشان كده جات فكرة التعاون الزراعي. قوة القطاع الزراعي كانت بسبب ان احنا كان عندنا تماسك، المساحات والحيازات كانت كبيرة. في نفس الوقت اي خدمات كانت بتبقى موجودة ومتوفرة بشكل اسرع، لان انت بتتعامل مع كائنات كبرى. ابتدى فعلا يحصل تفتت في الحيازة، وده ابتدى يضعف القوة، وابتدى ايضا يعمل نوع من عدم التماسك او عدم وجود علاقات قوية ما بين المزارعين ما بينهم وبين بعض. ليه؟ كل مساحة أو كل حيازة صغيرة هو بيزرع المحصول اللي شايفه مناسب ليه. فالنهاردة هو بيشتغل على محصول معين وجاره بيشتغل في محصول آخر، هو بيدور على تقاوي وجاره بيدور على صنف آخر من التقاوي. النهاردة هو بيروي وجاره روى امبارح. الأسمدة بتختلف من هنا لهنا. طب إيه اللي بيحصل؟ إحنا كمان بنصدر لبعض مشاكل، بنصدر لبعض أمراض فطرية أو حشرية من محصول لمحصول. ده بسبب إيه؟ بسبب التفتت. فعلا الاتحاد قوة، مش في العلاقات الإنسانية فقط، ولكن في الأرض الزراعية كمان. انت بتتكلم على مساحة كبيرة، يعني بتتكلم على إنتاجية مرتفعة، بتتكلم على استخدام العلم والميكنة، بتتكلم ان المعلومة الإرشادية توصل بقوة وبالتفصيل، لان هي بتتعامل مع مساحة كبيرة، بتتعامل مع عدد من المزارعين في وقت واحد. من النماذج الجميلة جدا اللي عجبتني في هذه المرحلة ان الحملات القومية بتنفذ حقول تجميعية، بيجمعوا حيازات صغيرة في حقل كبير، والمزارعين دول هيشتركوا في محصول معين، وهنبتدي نديهم حزمة من التوصيات، وهنوفر لهم أصناف معينة من التقاوي، هنشتغل كلنا مع بعض. فدي عودة مرة أخرى للقوة. فعلا في الاتحاد قوة. تفتت الحيازة مشكلة كبيرة بالنسبة للأراضي الزراعية. تفتت الحيازة الزراعية بدأ في مصر بشكل تدريجي منذ ثورة 1952، وساعتها أو طبعا كانت النوايا طيبة، لأن كانت النية إرساء قواعد العدالة الاجتماعية. كان الهدف القضاء على الإقطاع وتوزيع الأراضي على الفلاحين بمعدل 5 فدادين. ما عداش وقت كبير إلا وصلت حدود الملكية إلى نصف فدان أو أقل، وده بالتالي حدث نوع من تمزيق للأرض لحيازات متناهية الصغر. احنا النهاردة بنتكلم ان في ناس بتقولك انا حيازتي قراط ورحت الجمعية ما صرفتش الكيماوي، وما اصل مرضيش يديني الكيس. بنسمعها، ودي تؤدي فعلا، او تفتت الحيازة يؤدي لمشاكل كتيرة جدا، ادى الى تدهور الانتاج في اماكن،
وحصل عندي فجوة في الانتاج، يعني عايز اتكلم ازاي انا المساحات الصغيرة دي هستفيد منها، والراجل هيزرع ايه؟ وهيزرع علشان يستهلكه ولا هيزرع علشان يسوقه؟ طب هو بقية احتياجاته هيوفرها ازاي؟ طب هو المساحة دي في حد ذاتها هتحقق له هامش ربح يعيش منه؟ هي مشكلة كبيرة جدا، المشكلة دي ابتدت تكبر، واللي عنده حيزة صغيرة يقول لك ما انا مش هستفيد منها، ما تيجي نبني عليها حاجة تنفع الولاد، ونبتدي نخش في مشاكل، ونبتدي نشوف الفلاح وبيقول لك ده سابوا الناس اللي بنت والنهارده جاي بيشيل السور. اللي انا عايز اقول لك السور الصغير ده هو نواه لبناء على ارض زراعيه. من ضمن المشاكل مشكله مهمه قوي الزراعه الاليه، انت ازاي هتستفيد من الميكانه وتطبقها داخل ارضك الزراعيه؟ ازاي يكون عندك مقاومه جماعيه؟ فإذا كان بطبيعة الحال علشان نظام التوريث وتفتت الحيازة، إذا كان الملكيات بقت قليلة أو صغيرة، لازم إحنا نتوحد مرة أخرى، لازم إحنا نرجع مرة تانية إيدينا في إيد بعض كمزارعين، ونفكر هنزرع إيه في بداية الموسم، وإزاي نوفر مستلزمات الإنتاج. صدقني أنت لو رحت تجيب الأسمدة أنت وجارك في يوم واحد عشان هتزرعوا محصول واحد، التكلفة بتاعت النقل هتبقى أقل، هتتقسم عليكم انتوا الاتنين. صدقني انت النهاردة لو استخدمت الميكنة نفس القصة، تكلفة الميكنة هتتقسم على حضراتكم، وهتقدر تستفيد بيها بعد ما كنت محروم منها، وانا وانت وجاري وجاري، وابتدي اوسع في المساحة. ليه انا منتظر؟ طب ما نروح نشوف النموذج اللي ابتدى يتنفذ في الحملات القومية بالحقول الارشادية المجمعة. احنا مش مستنيين، احنا خلاص النموذج موجود، تعالوا نطبق وننفذ. لو عايزين معلومة تعالوا، احنا هنتابع لكم مع العلماء ومع الخبراء في هذا المجال، بس المهم ان احنا ما نستناش. اذا احنا استنينا يبقى احنا بنفقد جانب كبير جدا من الانتاج، وبنفقد جانب كبير جدا من الخير اللي موجود في ارضنا. وزي ما قوتنا في وحدتنا وقوة الأرض الزراعية في القضاء على تفتت الحيازة من خلال عودة دورة زراعية بعيدا عن الملكية، أنا عاوز أقول لكم إن إحنا أيضا قوتنا في إرادتنا وفي كلمتنا وفي مشاركتنا في هذا التوقيت في بناء دولتنا، المشاركة في الحياة السياسية وفي العملية الانتخابية في هذا التوقيت مهمة جدا. زي ما بتنتج في أرضك، أنت محتاج إن أنت تبني بلدك وتوضح صورة بلدك الجميلة وصورة المواطن المصري الأصيل أمام العالم. أنت محتاج النهاردة وأنت بتسيب أرضك ساعة أو اتنين عشان تروح تدلي بصوتك اللي ليه قيمة، فعلا ليه قيمة. النهاردة أنت بتوري العالم كله وبتفرجه وبتقول له تعالى شوف المصريين وعظمة المصريين. النهاردة المرأة الريفية اللي ابتدت تتحرك وابتدت تتابع وابتدت يكون لها دور إيجابي داخل المجتمع الريفي، وهي راحة للجنة الانتخابات أو هي بتتابع اللجنة بتاعتها هتبقى فين، ده نموذج المفروض العالم كله يدرسه. بالرغم من الظروف اللي احنا مرينا بيها في السنوات الماضية، وبالرغم من أي تحديات اقتصادية، الفلاح المصري أو المجتمع الريفي هو أيضا معرض لأزمات اقتصادية قوية جدا، لكن بالرغم من كده الناس عندها وعي وعارفة إيه اللي بيحصل، شايفة ان في مشاكل وازمات كانت موجودة من سنين، النهاردة الدولة بتقتحمها وبتمد ايديها في هذه الملفات عشان يكون في استقرار. ده مش كلام، ده واقع، والفلاح المصري هو اللي يجيب عن هذا الواقع. الفلاح المصري هو اللي يتكلم عن محاصيل ما كانش قادر يسوقها، النهاردة تسويقها بسعر عادل بقى متاح وممكن. الفلاح المصري هو اللي يتكلم بعد غياب الامن والامان وغياب وصول الاسمدة للجمعيات، لان مفيش عربيات قادرة توصل لهذه الاماكن لان مفيش حد يأمنها. النهارده انت لا، انت بتروح الجمعيه وتقول لي اصل صرف لفلان وما صرفليش النهارده، في حياه رجعت. عندك مشكله بس هنحلها وبنشتغل فيه. فالاتحاد قوه، نموذج واضح. اذا كانت ارضنا الزراعيه انتاجها ما بيزيدش الا في اتحادها او في التغلب على تفتت الحيازه وعوده الدوره الزراعيه. فاحنا كمجتمع لازم يكون لينا دور. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعي المباشر. برحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعي المباشر. في بداية هذه الحلقة احنا بنتكلم على تفتت الحيازة وأثاره السلبية على القطاع الزراعي.
مع الهاتف الأستاذ الدكتور الشبراوي أمين، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية. مرحب بحضرتك يا فندم. أهلا يا سعاد باشا، وأهلا مصر الزراعية وبكل العاملين في مصر الزراعية. أهلا بيك وأشكرك على تواصلك. القناة العريقة اللي بتمثل وزارة الزراعة المصرية، وهي بتقوم بدور عظيم الآن يا أستاذ سامح، وأنت بتقوم بدور كبير إن شاء الله. إحنا دورنا بيعتمد بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى على علماء مصر، وحضرتك من علماء مصر اللي قدمت وقتك ومجهودك وعلمك للدولة، وخدمت في القطاع الزراعي لسنوات طويلة، وما زلت إلى اليوم شغلك الشاغل إزاي نطور من القطاع الزراعي. كيف ترى مشكلة تفتت الحيازة والتغلب على هذه الأزمة؟ شوف يا سامح بيه، موضوع تفتت الحيازة الزراعية لنص فدان وفدان واثنين فدان دي مش مشكلة. أمال المشكلة فين؟ المشكلة الحقيقية في كيفية عمل خرائط لكل إدارة زراعية أو كل قرية، يعني كل قرية فيها 2000 فدان. عايز أعمل أنا خريطة بمساعدة مدير المكتب الزراعي ومدير الإدارة الزراعية والمسؤولين في الإدارة الزراعية كيفية عمل خريطة للموسم الشتوي والموسم الصيفي. الموسم الشتوي ما فيش فيه مشاكل. ليه؟ لان انا عندي قمح وبرسيم وفول وبطاطس شتوي وكتان، كل هذه المحاصيل الري فيه متقارب وما فيش فيه مشكله. ايوه، لكن المشكله عندي في الموسم الصيفي، لازم اعمل له خريطه في كل قريه من قرى مصر كلها. يعني الهيئه الزراعيه المسؤوله عن الجمعية الزراعية بمساعدة أعضاء الجمعية الزراعية السبعة مع مدير المكتب الزراعي يتفرد قدامهم المساحة بتاع القرية، ولتكن مثلا 2000 فدان أو 1500 فدان أو 1000 فدان. أيوه، يقوم يقعدوا مع بعض ويقولوا إحنا الوقت الموسم الصيفي دي موجود فيه الأرز والقطن وموجود فيه الذرة، انا لازم اقسم مساحه البلد دي والقريه دي الى ثلاثه مساحات، ثلاث اقسام. اقول والله انا محتاج رز مثلا، اذا كان عندي 2000 فدان انا هزرع مثلا 500 فدان ايه الربع رز ارز، وهزرع قطن ربع كمان. ايوه، وهزرع الذره مثلا 1000 فدان، مع مراعاه عشان الفلاح بيسمعني دلوقتي والمسؤولين في وزارة الزراعة بيسألون، مع مباراة الأسعار التي تتوازى مع بعضها، لأن الفلاح المصري بعقلية استراتيجية يعني عاوز يكسب، فهو مش عاوز يخسر. طيب، لما أقول له إن الأرز هينتج 4 طن في 2500 فدان ب 10,000، لازم إنني لو قلت 20 أردب يبقى او 25 ارداب بذره، لازم يجيبوا ال 10 اقسم على ثمن الارز اللي هينتج، وكذلك القط لابد الثلاثه يبقوا متساويين، عشان لما اقول له والله الحوض اهو هيتزرع ارز يقولوا ماله، لما هم هياخدوا مني الطن مثلا ب 3000. انا عارف، يعني حضرتك تقصد ان هوجهه لزراعه محصول معين يبقى لازم يكون في ربحيه عادله ما بين المحاصيل، مفيش محصول يبقى مميز عن المحصول الاخر في نهايه الموسم. بس هنا في نقطه تانية يا دكتور، ان انا لازم احافظ على الدوره الزراعيه علشان خصوبه التربه ما اجهدهاش في زراعه محصول واحد، وبالتالي الفلاح هيبقى مستفيد. الراجل ده لو فضل يعتمد على محصول واحد بعد اكتر من موسم، الارض بتاعته هتبقى فقيره في عناصرها. الله ينور عليك. انا بقى بعمل ازاي بقى؟ يعني دلوقتي التلت ده الربع الو معاك يا دكتور، الربع ده اللي انا زرعه ارز السنه دي هيبقى السنه الجايه قط، ايوه، وهيبقى السنه اللي بعدها ايه ذره. اذا انا بعمل الدوره الزراعيه بشكل ممنهج ومعروف. ايوه، كل ما يعني حوض في 500 فدان المنطقة دي هتبقى أرز السنة دي عشان تنظيم الري. تمام، ويبقى كمان وزارة الموارد المائية عارفة ان المنطقة ده ايه، بتخطط مع وزارة الزراعة والموارد الزراعية. دي حاجة. الحاجة التانية، لابد ان الفلاح يبقى عارف ان اللي يطلع من الأرز الناتج المالي
من الارز زي القطن زي الذره، وكيفيه اللي انا كنت اتكلمت فيها معاك قبل كده، وان هو يبقى عنده سهوله في تسويق الحاصلات الزراعيه. ايوه يعني لما ازرع قطن يبقى انا هاخد منك ال 500 فدندهم، هزرعهم قطن يبقى انا هاخد منك القطن كله وبسعر كذا، وانت ثاني يوم هتاخد فلوسك. دكتور، هو الارز متهم بريء؟ شوف يا ابي، انا خايف اتكلم دلوقتي، انا خايف اتكلم دلوقتي معاك صراحه، ان انا لو مسؤول في وزاره الزراعه كنت لازم اعمل خرائط لمصر، لان انا عندي كميات كبيره جدا من الاراضي الزراعيه بتروى من المصارف اللي ميتها صالحه للزراعه. يعني طالما المصرف الزراعي ملان ميه لغايه يمكن يكون هيطلع على البر. طب ما ده 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 في الموسم الشتوي، انما انت بتيجي في موسم الارز اللي هو الصيفي المصارف بتبقى جافه. لا المصارف، لان هي الميه مش بتوصل لها بسبب الزراعه العشوائيه للارز. انا كنت بمر على الاراضي الزراعيه. بص يا دكتور، حضرتك طبعا اكتر خبره مني، بس انا برضو بناقشك لان انا شفت. يعني انا قصدي اقول في عجاله ان 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 الاراضي اللي بتروى من ميه المصارف. الو، معاك يا دكتور. يا سامع بيه، الميه الاراضي اللي بتروى من ميه المصارف النقيه اللي هي تتحمل اللي ما فيش فيها ملوحه عاليه. ايوه، دي ما اخلي الفلاح يزرع واحطها برضو في البرنامج. تمام. يعني بدل ما اخلي فيه قريه فيها 300 فدان او 200 فدان فقط ارز، وممكن ازرع 200 فدان زيهم من ميه المصارف، لان الميه دي هتعدم. المياه بتاعه مصارف لو ما كانتش تتاخد في الارز هنوديها فين؟ هتروح البحر. طب يا دكتور، لا لازم هنا، بس عايز اسال سؤال. المصارف في الموسم الصيفي لما بيحصل زراعه عشوائيه للارز ما بيبقاش فيها ميه، لان حضرتك عارف ان بيتعمل مشاتل للارز بمساحات كبيره من المياه البحاري، فما بتوصلش للمصارف اساسا. لا شوف يا بيه، انا بقول لك انا على الارض الطبيعه عارف ان كل محافظه وكل قرى في مصارف عايمه ميه. موجود الميه موجوده. ايوه. وانا بنبه لان الميه دي يجب استغلالها. صح. لان الميه دي لو ما بشوفها بمشي على ببص ليها ميه رايقه نظيفه. طالما الناس اتطورت واتعملت مشاريع الصرف الصحي الحقيقيه، الميه دي صرف. الكلام ده مش هنقدر نخلصه السنه دي. انا بتكلم عن الاعوام القادمه. تمام. الاعوام القادمه لازم ينظر للمصارف ان في اراضي كل واحد عامل مكنه على ارضه بياخد من المصرف ويروي. احنا صح. بنستفيد ان في ارض بتتروى، لان الفلاح الوقت يقول لك انا عندي يعني قريه تستثمرني فيها يمكن مليون فدان. أيوة. يمكن 150 الف فدان، وبقول لي انا جاي لها 300 فدان بس ارز. دي هتخلي الفلاح يعمل بالمخالفه، مع انه عنده مصارف يجب يستفيد منها، يعني ازرع كمان 300. طب انا ما اقدرش استفيد منها في زراعه الذره الصفراء؟ ازرع او الذره الرفيعه؟ ما اقدرش استفيد منها في كده؟ ما انا يا بيه الفلاح ده عنده عقيده، زراعه الارز دي عقيده عنده. فاحنا برضه عايزين نمشي مع دي ودي، يعني انا بتكلم وقتي من الرؤى الحقيقيه. لما تيجي تحرم الفلاح مره واحده وكان بيزرع ارض كتيره ارز وتيجي تحرمه مره واحده. ما هو في نقطه يا دكتور، هو لو ما اتبعناش كلنا دلوقتي النظره العقلانيه والعلميه لمواردنا المائيه هنقع في مأزق. اذا كانش الموسم ده هيبقى الموسم اللي جاي. احنا النهارده بنتكلم على موارد محدوده. خلاص احنا خلاص عملنا الخريطه دلوقتي، والناس كلها ارتضت بالواقع اللي موجود. ايوه. وكل الناس دلوقتي بتكلمني بالتليفون، يا دكتور احنا ما جالناش الا 200 فدان. اقول له دي تحديد عشان مرسيب الميه، ودي تعليمات وزاره الموارد المائيه، ولازم انت هتتغرم فازرع ذره. فعلا، لان هو الفلاح لو عرف ان هو الدوله بتاخد القرار ده عشان مصلحته. كل يوم اكثر من 20 تليفون وبقنعه، بقول له لا ما تخالفش. صح. وبقول له ما تخالفش علشان خاطر ان هو يتعود على ان هو تنفيذ القانون وتنفيذ القرار. صح. لكن انا الوقت بقول ان السنه الجايه ان شاء الله يتعمل لكل قريه خريطه، وتقسم الاراضي الزراعيه في كل قريه الى في موسم الصيف بالذات اللي في ازمه المي نقسمها الى ثلاث اقسام، والثلاث اقسام دول يبقى بالتناوب ما بينهم دوره زراعيه علشان يبقى في عداله بالنسبه للمحصول. ثلاثيه. تمام. على اساس خالص، ولكن برضو الانتباه من هنا للسنه الجايه لابد نحط في اعتبارنا ان الاسعار لابد ان تتوازن عشان المنتج المالي
للفلاح لابد ان هو يكون. هو النهارده يا دكتور الاصناف الجديده والهجن الجديده من الذره هتزود الانتاج داخل الارض بعد تحريك اسعار الصرف، السعر بقى عادل للفلاح وفيها مش ربح. هو كلام حضرتك سليم ان الارز كان الحل الامثل للربح، انما النهارده احنا عندنا سياسه تسعير للمحاصيل كلها عادله وبتحقق هامش ربح. احنا عايزين نغير الصوره القديمه، الصوره القديمه فعلا كان فيها محاربه للفلاح، تعالى وقت حصاد الذره دخل له ذره مستورده من الخارج ما يعرفش يسوق محصوله يلاقي الاسعار متدنيه. لا النهارده الوضع اختلف بعد تحريك اسعار الجنيه، فالدولار امام الجنيه. برافو عليك. انا بقول النهارده للفلاح ان الاسعار يعني انت السنه دي مثلا القطن ب 2700 و2500 حسب الدرجه، يعني 2700 في 10 ب 27000 جنيه. تمام. يعني دي عمليه انتقال للفلاح بترضيه ماليا وتخليه يقبل على القطن. تمام. انا قلت لك قبل كده في حلقه سابقه عشان انا استعد للقطن المصري اللي الناس هتقبل عليه في المستقبل لان هو هينتج انتاج مالي، انا عايز استعد بالمحالك واستعد بالمصالح بتاع طويل التيله. والدوله طبعا انت عارف وقت بتجهز نفسها في كل المجالات انها بتستعد للصناعه الايه بتاعه القطن، سواء في محالك سواء في مغازل سواء في مصانع. فعلا النهارده الانتاج في الذره بيصل ل 30 ارداف. طب انا عايز اسال حضرتك في جمله اخيره. نعم. سؤال سريع، ايه راي حضرتك في الاجراءات الاخيره اللي بيتبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القطاع الزراعي؟ شوف يا بيه، انا هقول لك ان اللي حصل في مصر في السنتين ثلاثة اللي فاتوا في القطاع الزراعي، وانا بوجه الفلاح المصري من هنا وبقول له انت كسبان في الفترة السابقة اللي هي بتاعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كسبان جدا. مشروع الملو نص فدان، ومشروع الثروة السمكية، ومشروع المليون رأس ماشية عشان الانتاج اللحوم وانتاج الالبان. صح. ومشروع الصوامع اللي حافظ على انتاجنا من التفوت والمطر والاهدار من العصافير. مشروع البحيرات اللي توسعت اللي زاد انتاجها 60%. مشروع الحيازه الزراعيه اللي حصلت دلوقتي. مشروع التامين الصحي بتاع الفلاح. مشروع التامين العام على كل الدوله اللي هو قال لك انت كل العمال لازم يتامن عليهم. حتى التامين الصحي على الفلاح اللي عنده حيازه، لكن العامل كمان الزراعي في وجود السيد الرئيس تم التامين عليه. ولذلك انا بقول وبناشد كل المهندسين الزراعيين وبناشد كل الفلاحين في مصر للنزول ونشارك 26 27 28 لان الفلاح في الفتره القادمه هو الاكثر ان شاء الله يعني مردود وهيكسب من هذه الاستثمارات في قطاع الزراعة إن شاء الله. وبنناقشد كل الشعب المصري وخصوصا الفلاحين اللي هم تحملوا في كل الثورات وما عملوش أي مظاهرات، اللي هم ساندين البلد، اللي شايلين مصر فعلا في قلوبهم. بشكرك الأستاذ الدكتور الشبراوي أمين الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، بشكر حضرتك على هذه المداخلة الهامة. هنطلع فاصل سريع نستكمل بعده الزراعية مباشرة. هذا البرنامج برعايه